بخطى متوجسة يمضي هؤلاء المقاتلون لإنجاز المهمة، وإذا تطلب الأمر ركضوا إليها بطاقة أكثر، وبما يتناسب مع إعادة ترتيب مواقعهم والعمل على اتخاذ هيئة الاستعداد لصد أي هجوم محتمل للميليشيا. تشهد الجبهات مواجهات متقطعة من وقت لآخر، يبذل فيها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جهودا مضاعفة لدحر عناصر الميليشيا من المواقع التي تحاول التمركز فيها. فالدفاع عن هذه المناطق استغرق أوقات مضنية كلفت معها الجيش والمقاومة الشعبية من التضحيات والجراحات التي ما تزال مفتوحة، بينما يواصل بعض القادة تجاهلها كما يرى البعض ممن انخرطوا في صفوف المقاومة. السير في أرض المعركة كان على الأقدام أو على الأطقم العسكرية يحتاج أيضا إلى يقظة من قبل الجنود، فزراعة الألغام هي المهمة التي برعت فيها الميليشيا في أرض عجزت فيها عناصرها من أن يحرزوا أي تقدم، فلجأوا لتحويلها إلى حقل للموت. 6 من أفراد الجيش الوطني قتلوا، بينما جرح 4 آخرون في منطقة كهبوب أثناء تنفيذهم مهمة قتالية ضد ميليشيا الحوثي المتمركزة في جبل القلع جنوب كهبوب، والتي تشهد معارك يومية حيث تسيطر الميليشيا على تباب جبلية تسمى الخمسة القرون التابعة لمديرية ذباب، بينما تنتشر قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبل صنفا ووادي موبا وجبل الحجيجة شرق وجنوب شرق كهبوب، والتي تؤكد المصادر أيضا أن الميليشيا أقدمت على حفر الخنادق، كما وضعت تحصينات في جبل كهبوب الحدودي مع منطقة ذباب، وهو ما ساعد عناصرها في التحصن فيها.